السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله، أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المنزل عليه خير كتاب وخاتم الكتب ورئيس الكتب، وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمعشر المسلمين، معشر المسلمات، أولى بنا ثم أولى، إذا أردنا حياة طيبة وعيشة هنية أن نعطي أوقاتنا كلها للقرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وبينه، فقال ما معناه عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية من كتاب الله، لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية من كتاب الله خير له مما طلعت عليه الشمس. فهذا دليل قاطع على أن في قراءة القرآن الكريم سعادة ليست موجودة فيما سواه. وأيضا ما معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات، ما معناه؟ لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف إلى آخر الحديث. فحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملازمة القرآن الكريم. والصدر الأول من الأمة كانوا يعكفون على تلاوة القرآن. نسمع أن أحدهم كان يختم في يوم وليلة، والآخر في يوم، والثالث في ليلة، وما إلى ذلك. فنحن إذا قسنا ما نقرأه على ما كان عليه هؤلاء الناس من الصدر الأول، نجد أن الله سبحانه وتعالى طوى لهم القرآن، طوى لهم القرآن. نحن الفرد منا يختم في 15 يوما، في 10 أيام، في شهر، وما إلى آخره. فكيف بهؤلاء يقرؤون القرآن كله في وقت يسير؟ قد نسمع أنه قرأه في ليلة، قرأه في يوم، قرأه في يوم ختمه، في النهار ختمه، الليل ختمه، والنهار ختمه. يعني نجد أن هؤلاء يسارعون مسارعة جبارة في تلاوة القرآن وفي الجلوس مع القرآن الكريم. إذا قسنا هؤلاء بما نحن عليه الآن، نجد بيننا وبينهم فرقا كبيرا. نحن الآن آلات اللهو وآلات اللعب أخذت أوقاتنا كلها. ليت الإنسان منا صغيرا كان أم كبيرا يمسك القرآن الكريم مثل ما يمسك الكمبيوترات والآلات اللعب، ليته يستفيد منها. نقول أعانك الله، ليته يسمع إلى الوعاظ والخطباء
الذين يحصدون بعلمهم هذا وجه الله، ليته يعيش معهم جزاه الله خيرا، ولكنه نراه في ناحية أخرى غير الناحية التي أحبها وعشقها المسلمون من رجال وسيدات. فمائدة القرآن الكريم ما أعظمها وما أحلاها، ولها أجر كبير عند الله. وفي الحديث هناك ملائكة يطوفون بأهل الأرض، فإذا وجدوا حلقات الذكر كشيخ مع طلابه قالوا وجدتم رغبتكم، فيجلسون معهم وتحفهم الملائكة بأجنحتهم، والله يرفع قدرهم وذكرهم. فنجد هذا الشيء عظيم جدا، لو أن أولاد بني آدم عرفوا ما فيه من نتيجة تقابلهم في أضيق الأوقات وفي أحرج الأمور، وهي عند ملاقاة الله سبحانه وتعالى، عندها يعرف الإنسان قدر ما وصل إليه لو كان يقرأ القرآن الكريم. وإذا كان مقصرا بينه وبين القرآن الكريم حاجز، عياذا بالله، ندم ألا ليته كان يقرأ القرآن الكريم. وإذا فنحن ندعو الجميع للتمسك بالقرآن الكريم، ويكفيك شرفا أيها القارئ، أيتها القارئة للقرآن الكريم، أن يوم القيامة يقال للواحد وللواحدة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها، الدرجة ما بين السماء والأرض. والقرآن يزيد عن 6000 ب6000 درجة، والدرجة كما قلت لحضراتكم معشر الرجال والنساء تزيد عما بين السماء والأرض. يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم يشمل من يقرأ القرآن من صدره، ويشمل من يقرأ القرآن عن نظر، كل منهما يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر درجة بآخر آية. مسألة عظيمة غفل عنها الناس، أكثر الناس. ترتقي أيها المسلم كم درجة؟ القرآن الكريم أكثر من 6000 ب6000 درجة، والدرجة ما بين السماء والأرض. هنيئا لمن كان هذا جزاؤه، وهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لترتيل القرآن، ولمن كانت حياته دائما وأبدا مع القرآن الكريم. فهلموا معشر الرجال والنساء إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك أجرا عظيما ولن تروه إلا في الآخرة إن شاء الله، وسترون أيضا بعضا منه في هذه الدنيا. وفق الله الجميع، وسدد الله ختامه، وأكرمنا الله وإياكم وإياكن في هذه الدنيا وفي الآخرة، وكما جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدار، نسأله عزت قدرته وتعالت حكمته أن يجمعنا في الدار الآخرة في مستقر رحمته، مع من أنعم الله عليهم، مع من أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في حفظ الله ورعاية الله وأمن الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.